الخطيب محمد علي توفيق يا فندم ضابط تأمين الاسم والمسؤول عن تأمين الاسم يا فندم من الخارج. حضرتك أنا ضابط حقوق الإنسان بديوان الاسم، أنا دوري إن أنا بستقبل وبرصد الحالات الإنسانية المترددة على الاسم من كبار السن وذوي الهمم، بيتم تقديم المساعدة اللازمة ليهم لتسهيل الإجراءات الخاصة بيهم أثناء تواجدهم بالاسم. موجود يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير عليك سيادتك، انا المختص عن عرض النزلاء على النيابات والمحاكم المختصه والمسؤول عن صرف الوجبات المقرره الوجبات الغذائيه المقرره لهم، بالاضافه لسيادتك ورحت مع النيابات في تنفيذ قراراتها على المدار اليومي وعلى مدار الساعه. تمام يا فندم. ايوه الوجبات بقى ممكن اشوفها ولا تمام يا فندم ولا خلاص وزعتوها؟ لا يا فندم. تمام يا فندم. هنشوف الوجبات. ايه تاني؟ سيادتك والمباشرة أعمال النضجية بفحص بلاغات المواطنين وتوزيعها بالعرض على السيد رئيس الاتحاد. بالك يا أنا 25 سنة خدمة يا فندم. الأمين ياسر النجم يا فندم كوت الاسم. أيوة تعليمات يا فندم. تعليمات إيه يا ياسر؟ أنا عايز أسمع منك. اتفضل. 25 سنة. 25 سنة خدمة. أه بالعكس. خدمت 10 سنين في السويس يا فندم. خدمت 5 سنين في شمال سيناء. طب أفضل خدمة كانت فين يا ياسر؟ افضل خدمه يا فندم السويس يا فندم. في شمال سيناء. السويس يا فندم. ليه؟ خدمت في السويس، خدمت في شمال سيناء وانا كنت لسه شباب، لكن السويس يعني كنت كبرت شويه. ما كانش في مشكله يعني. مشكله؟ تمام يا فندم. ما كانش في شمال سيناء حاجه؟ لا ما كانش في حاجه يا فندم. طيب. شكرا. 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 ساتر دي وحده اتحاد فندم المختصه بتلقي جميع شكاوى المواطنين. السلام عليكم. السلام عليكم. انا فندم رائد محمد علي محمد رئيس وحده اتحاد الاسم. سيادتك يا فندم انا المختص عن تلقي وفحص بلاغات المواطنين والدة وحده اتحاد واتخاذ اللازم قانون حالها بحالتها للنيابه العامه. ايضا سيادتك مكلف بتوجيه رؤساء الدوليه للانتقال الفوري لفحص بلاغات الوالده عن طريق غرفه عمليات النيابه. عشان ما بقدرش معاك عشان الواحد كنت عايز اسوي لحد انا؟ عشان هو مبسوط هو مغلوق شويه بس لا والله مبسوط جدا وانا مبسوط واللي هتصور مع حضرتك بعد ما نتصور بعد كده هتتصور؟ انا شايف اي حاجه والله كان الله في عونك والله اللهم امين. انا دكتور صيدلي كويس كنت جاي العربية بتاعتي اللي بتاعها نزلت لقيته مكسور جاله سرطان نزل قدام فقلت عدي اعمل محضر قبل ما اروح الصبح عشان اوديها تتصلح عشان داس باص خالص يعني ف ايه ده عربية خاصة حبيبتي ف انت عايز تعمل محضر ليه؟ عشان شركة تأمين مأمن عليها شركة تأمين فلازم بإجراءات ورقية يعني محضر إجراءات روتينية ف عامل كده تعرف كده اتكسرت انا وجيت عشان اقابل حضرتك. انت نفسك فين بقى؟ نفسي ادي رسالتي على قد ما اقدر. انا مشرف البلد واشرف اهلي كمان على الكوكب. طيب كويس ده ليش؟ انا الحمد لله يا فندم انا كنت مدرسه فرنساوي وكان فرنساوي كويس والحمد لله شرفت ان انا اتحق بمنحه تبع الوزاره لدوله فرنسا السنه اللي فاتت. انا كنت بتغير على الكليه في اللغه الفرنسيه وكان كل هدفي ان انا غير ان انا اخد المنحه اخد الشهاده ان انا اشرف البلد بره. انا ده مصر من اخلاقه والسلوك والكلام ده كله والانتظام في المواعيد والانضباط عامه. يعني انا نسيت ان انا رايح كعمر انا رايح طالب كليه الشرطه المصريه. انا كل خطوه وكل كلمه وكل حاجه بعملها مقصود عليها. فكنت بركز في الموضوع ده الحمد لله طلعت من الاول من الاول. عندك وقت فاضي قد ايه في اليوم هنا؟ سيادة الفندم هو احنا بنشتغل في الطبيعي 8 ساعات ده الرسمي حتى لو اقتضى الامر اكثر من ذلك يعني اشتغل. في شغل سيادتك بتكمل يعني في شغل يقعد سيادتك احنا في شغل يقعد يعني سيادتك هو سيادتك زي ما سيادتك عملت قبل كده ان احنا بالذات الشباب الصغير ده احنا بنحاول ننقله تدريجيا ما ينفعش طبعا يخش على المعترض الحياه الوظيفيه مره واحده تمام ما يقدرش.
ولكن هو الثمان ساعات ده بيبقى الاساسي بتاعه، ولكن احنا ممكن يبقى في ساعتين او ثلاثه زياده لو حاله العمل تطلبت ذلك. طبعا سيادتك عارف المعموله وسيادتك زي ما بيروحوش سيادتك ما تروحش. هو البيت ليه حق وصحتك ليها حق وحياتك ليها حق، بس يعني بس البلد ليها حق صحيح. واحنا مش قدها، واحنا فندم قدها سيادتك، وبنوعد سيادتك وبنطمن سيادتك على الحاله العامه ان شاء الله. حاله الامن ان شاء الله تبقى حاله ان شاء الله تزايد واطمئنان بالنسبه لجميع الناس. الناس تبقى حاسه فعلا ان الامن ليه يعني عودته قويه، وانه بيحقق التوجيهات بتاعت سيادتك وتوجيهات الوزاره بتاعتنا. واحنا بنطمن سيادتك يعني بحاله الامن بصفه عامه، ومدينه نصر ان شاء الله، ومدينه نصر الاول بصفه خاصه ان شاء الله. استمر يا فندم وحضرتك قدوه لينا، احنا باذن الله هننتهج نفس النهج. احنا ممكن زي ما سيادتك قلت ساعات العمل والضغط بتخلينا ننسى ان احنا نهتم بصحتنا. طبيعه المشاغل من 8 الصبح لحد اوقات متاخره من الليل بننسى الجانب ده. فاحنا باذن الله بفضل الله وسيادتك قدوه لينا هنحاول نستقطع اي وقت حتى لو نص ساعه في اليوم الواحد ممكن يتريض فيها ويمارس اي رياضه. انت لو مشيت من مكتب للمكتب لغايه البوابه دي تبص على الاولاد وتطمن عليهم 10 مرات في اليوم 50 متر في 10 و 50 متر لو كان ده تنصحيني بايه؟ بنصح حضرتك ان انت برضه تاخد بالك من صحتك، وكمل حضرتك في اللي انت ماشي فيه، ان احنا ورا حضرتك وهنقتدي بيك. وبشكر حضرتك طبعا ان انت اديتنا فرصه كبيره السيدات ان هم يدخلوا كليه الشرطه باعداد كبيره السنه دي. حضرتك اديت فرصه لطلبات كليه الحقوق ان هم يخشوا باعداد اكبر من اي سنه، فدي فرصه كبيره قوي لينا ان احنا نشارك بالمجتمع ونادي دورنا، ونحاول ان احنا نكون على قد المسؤوليه في الوظيفه اللي احنا فيها باذن الله ان شاء الله. وده تنصحني ده العفو يا فندم. طبعا عفو ليه؟ احنا بنتعلم من سيادتك. لا لا بنتعلم من سيادتك، وفعلا شرف لينا تشريف سيادتك لينا، وده ده تاج فوق دماغنا والله. كتر خير وسيادتك. احنا مبسوطين لكل الانجازات اللي سيادتك قمت بيها، وده باين جدا يا فندم في كل حاجه. وما نسمعش سيادتك لاي معوقات تعيق المسيره بتاعت سيادتك. ف ده اللي انا عايز اقوله لمعاليك بس سيادتك كده. احنا سيادتك ماشي في الطريق الصحيح. فكل سنه وانتم طيبين. طيب انا سعدت بيكم انتوا. ازاي حضراتكم؟ انا طبعا بقعدتي دي زي ما هي قاعد عمال بتامل الحقيقه هذا التقرير، وهقول لكم بس خلونا يعني بناكد انه النهارده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل تفقد مفاجئ لو حبيت تسميه كده لاسم شرطه مدينه نصر. وزي ما حضرتك شفت كده تناول وجبه الافطار مع الضباط وافراد الاسم. لازم تبقى باصص وشايف كويس المشهد، يعني ايه اللي خلاني قاعد عامل كده. وبالمناسبه انا بعمل كده طول الوقت لما بشوف الزيارات اللي بيعملها الرئيس او الجولات، او هو قاعد عمال بيتكلم مع حد من المواطنين او حد من الضباط الشبان او من طلبه كليات الخ، لان انا بحاول قدر الاستطاعه افهم كيف ينظر لنا جميعا الرئيس، كيف يرانا، كيف يحب أن يتعامل معنا، وكيف يحب أن إحنا كمان نفهمه. وساعات كتير بسأل نفسي الحقيقة سؤال قد يكون سؤال جدلي جدا، هو الرئيس جايب طولة البال دي منين؟ ده بجد مش هزار، طولة بال مذهلة وبساطة لا تعكس أي حاجة أبعد من مسألة أنه فخامة الرئيس رجل
بسيط، رجل هادئ، رجل متواضع. لازم تشوفه هو قاعد على ترابيزة الاجتماعات في القسم واللي اتحطت عليها الوجبات بتاعة الإفطار في انتظار الأذان، وقاعد عمال بيدردش مع الضباط ومع الأمناء، ولو تلاحظ ان كلهم شبان، وقاعد بيتكلم بمنتهى الهدوء وبمنتهى الراحة، الابتسامة الحقيقية بالمناسبة، مش ابتسامة المجاملة، الابتسامة الحقيقية وهو بيتكلم وبيسمع. وتاخد بالك انه بيسمع من الحاضرين أكتر ما بيتكلم، بيديلك طول الوقت أو أنت بيوصلك طول الوقت الانطباع الريس قاعد مع أولاده. دي ضحكة من القلب على سبيل المثال، يعني واضح، شوف احنا مش سامعين اهو لكن واضح. ده الأمين، الأمين ياسر. فالأمين ياسر الزهر قال حاجة ما أدت، بيتكلم على سنوات الخدمة. طيب الأمين ياسر بيتكلم على خدمته وخدمته في السويس، بدأ الريس هنا يبتسم وبدأ يضحك. رجل بيتباسط مع الكل، ورجل طبيعي مع الكل، وخد بالك وركز، طبيعي مع الكل. ده رئيس جمهوريتنا. طب شفت أكثر صبرا منه؟ طب شفت أكثر هدوءا منه؟ طب شفت أكثر تواضعا منه؟ أنا كل ده مش بقيم لك اللي اتعمل خالص، أنا عايزك تفكر فيها كده. هل وجدت من هو أكثر تواضعا وبساطة ونزولا على أرض الواقع، وفي نفس الوقت عمل اللي عمله ده في البلد؟ يا راجل ده مصر وشها اتغير. أقول لك، فاصل ونكمل الكلام. اهلا وسهلا بي. طبعا احنا كلنا فاكرين العشرة جنيه البلاستيك، بدأنا بنستخدمها خلاص، يعني تروح محطة البنزين وتروح الكشك، تروح البقال اللي تحت بيتكو، خلاص بقت العشرة جنيه البلاستيك شيء طبيعي وموجود في حياتنا، وعملة جيدة وجميلة وبتعيش وميت فل واربعتاشر. دلوقتي ان شاء الله هيبقى في عندنا فئة تانية من العملات البلاستيكية. هيبقى في عندنا العملة اللي بعشرين جنيه. وبالمناسبة أدعوكم ثم أدعوكم يا جماعة، أغلب الصور اللي موجودة زي بالظبط أيام العشرة جنيه بلاستيك ما كانتش الصور الحقيقية، فما تقعدش تتداول في صور ما هياش حقيقية إلى أنه البنك المركزي بنفسه يطلع الصور بتاعة الفئة بتاعة العشرين جنيه البلاستيك. طيب دي نقطة. إزاي كمان عايزين نتكلم في الموضوع بتاع، هنتكلم على 20 جنيه دي وأهميتها، هنتكلم كمان على الأزمة العالمية، الأزمة الاقتصادية اللي حصلت في العالم. زي ما هي عبارة عن تحدي ضخم جدا أمام الاقتصادات في العالم كله، زي ما هي تحدي قدام الاقتصاد المصري. طيب هل ليها نواحي إيجابية؟ طبعا، لأنه جزء من النواحي الإيجابية أو الوجه الآخر بتاعها هو أن مصر تقدر تستجيب بمرونة لما يحدث في الاقتصاد العالمي. نفهم ده من الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة. أهلا بك يا دكتور. يا أهلا بك يا فندم. عامل إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليك. خليني الأول أتكلم معاك على موضوع العشرين جنيه البلاستيك. أهمية إصدار العملات البلاستيكية أصلا بشكل عام إيه؟ يعني طبعا دعونا نتفق يعني مبدئيا ان اهميه العملات في التداول النقد المصدر بصفه عامه، مدى اهميته في التداول ان هو بيلبي احتياجات المواطنين والمواطنين بيتعاملوا بيه، وبالتالي المفروض يتوافر لدى المواطنين في الاسواق بصفه عامه مجموعه كبيره من العملات المتنوعه علشان تلبي احتياجاتهم. وكمان برضه انا عايز اقول ان حتى العملات اللي هي قيمتها قليله زي النص جنيه وجنيه دي بتبقى مهمه جدا جدا، ان عدم وجودها بيعمل ازمه كبيره كبيره. نرجع طبعا للعمله الجديده. طبعا احنا عارفين ان مصر يمكن عملت اكبر مطبعه في الشرق الاوسط لطباعه النقود البلاستيكيه، ويمكن كانت النقود قبل كده كانت نقود ورقيه، والنقود الورقيه دي كان العمر الافتراضي بتاعها منخفض الى حد ما، يمكن لا يتجاوز السنه. في
في حين ان النقود البلاستيكيه دي عمرها يمكن يوصل 4 سنين او اكثر كمان. وبالتالي انت هنا بتعمل عمليه توفير للتكلفه، لان النقود دي بتطبع دي بتكلف على فكره، لان انت ما بتعملش من خامات عاديه، دي لازم تكون على درجه عاليه من الامان، والتصميم بتاعها بيكون مرتفع والوان وخلافه، لذلك فهي بتكلف كتير جدا على الدوله. وبالتالي كلما زاد عمرها الافتراضي كل مدى طبعا ترتب عليه ان هو بيقلل التكلفه على الدوله. صحيح. وعلى الرغم من ان يعني في زياده كبيره في المدفوعات الرقميه في الفتره الاخيره، لكن لا يزال برضه النقد الكاش ليه تاثيره وليه اهميته، بيزيد التداول عليه بشكل مستمر. احنا شفنا السنه اللي فاتت، كان على رمضان اللي فات تقريبا، ابتدينا بطباعه واصدار ال10 جنيه البلاستيكيه، ولكن برضه انا عايز اقول ان هي الفئات اللي بيطبعها البنك المركزي 6 فئات، 5 و10 و20 و50 جنيه و100 جنيه و200 جنيه، ولكن يعني حصه ال20 جنيه اللي هي هتبتدي تطلع في اليومين دول يعني لا تتجاوز 1% من اجمالي النقود المصدره اللي موجوده في السوق. ويمكن اكبر فئه من حيث تواجدها في السوق فهي ورقه ال 200 جنيه اللي هي تقريبا تمثل 66%، ثم ورقه ال 100 جنيه تمثل تقريبا 27%. يمكن انا قلت ان الموضوع ده بشكل تدريجي هيكون، يمكن ابتدينا بال 10 جنيه ثم ال 20 جنيه ثم هتبتدي تدريجيا نبتدي نوصل للفئات العليا. وده طبعا انا زي ما قلت بيقلل تزوير النقود بشكل كبير، وبيقلل يعني فكره التلاعب والتحايل على القانون. وده طبعا يعني برضو العمله دي بيكون ليها زي ما نقول عليها، يعني بتكون حتى عليها الرسومات اللي عليها وتصميمها بتكون زي ما نقول ايه، حاجه بتعبر عن الوجه الحضاري للدوله المصريه. صحيح 100%. عايز بقى نروح على مساله الوضع الاقتصادي العالمي. زي ما كنت انا بقول يمكن حتى في المقدمه، انه زي ما ليه وجه وهو ازمه اقتصاديه تضرب العالم، زي ما ايضا ليه وجه ايجابي تاني، بعض الدول تتعامل مع هذه الازمه وبالتالي ينكشف حجم مرونه الاقتصاد. هل احنا في مصر قدرنا ان احنا نواجه هذه الازمه بالمرونه الكافيه؟ هل ده كمان ساعدنا في ان احنا نبدا نشتغل اكتر على تنميه القواعد الصناعيه المصريه؟ يعني طبعا لازم برضو مبدئيا نقول ان احنا سقف طموحاتنا كمصريين ملوش نهايه، وكمان طبعا احنا في عالم لا يخلو من الازمات، يعني كل ما هنمر بازمه مش هيمر بضع سنوات وهتظهر لنا ازمه اخرى وهنتعامل معاها، وهتمر علينا زي الازمات السابقه وتظهر ازمات ثاني ونتعامل معاها، واكيد كل حاجه في الدنيا هيكون زي ما ليها سيئات ليها مساوئ ليها ايجابيات. طبعا يعني احنا بنقول ان الوضع اللي بتمر بيه مصر يعني طبعا يمكن كلنا احنا عارفينه، وطبعا ازمه صعبه، ولكن طبعا في النهايه ده بيخليك تفتح وبيخليك بتفتح الافق ل يعني امور جديده. يعني طبعا احنا يعني في اتجاه لدى الدوله المصريه لدى من سنوات ان احنا نصل لمرحله الاكتفاء الذاتي من السلع الاساسيه. يمكن احنا كنا نتمنى ان نمشي في اجراءات اسرع من كده، ولكن طبعا يعني احنا عارفين ان مع الظروف ابتدينا نشوف في توجه حكومي بشكل كبير في السلع الغذائيه المواد الاساسيه اللي احنا بنعتمد عليها، وبالتالي احنا شفنا عدد كبير من المصانع وعدد كبير من التسهيلات يعني اتجه نحو بناء مجموعه من المصانع، مصانع الاعلاف، مصانع الكيماويات، ابتدينا نزود تحت الاراضي المزروعه من الحبوب وخلافه. يعني اتمنى ان تكون الازمه دي يعني درس للدوله المصريه ان هي نبتدي نعتمد بشكل كبير على المنتجات المحليه خاصه في المواد الغذائيه الاساسيه. دايما في مقوله دكتور كريم يتحدث بها العلماء من زمان كده، يقول لك الحاجه هي ام الاختراع. هل انه الازمه الاقتصاديه اللي ضربت العالم بسبب ما بين كورونا وما بين الحرب الروسيه الاوكرانيه ادت الى احتياج مصر لتنميه قاعدتها الصناعيه علشان نوصل لبعض المراحل من الاكتفاء الذاتي، المزيد من تنشيط الحركه التصديريه الى اخره؟ طبعا بالفعل احنا محتاجين مزيدا من يعني زياده القاعده الصناعيه المصريه، ومحتاجين مزيدا لضخ الاستثمارات في قطاع الصناعه، لان احنا بنقول عليه يعني حاجه احنا بنحتاجها بشده للاقتصاد المصري. وطبعا يعني اتمنى ان يعني الصدمه الاقتصاديه اللي مر بها العالم تمر على مصر بسلام، ونزود حجم استثماراتنا وقاعده مصر الصناعيه. يا رب باذن الله تعدي 23 على خير، احنا بس نبقى ايه عندنا طول نفس زي ما بيتقال. انا بشكرك جدا يا دكتور كريم، كل الشكر للخبير الاقتصادي الكبير والبارز الدكتور كريم العمده. وجبت التهنئه، كل سنة وكلنا طيبين. أصل حد الزعف ده بتاعنا كلنا بصراحة طول عمرنا، بالمناسبة يعني وإحنا طول عمرنا مسلمين مسيحيين نعترف
ونحب ونحتفل بحد الزعف أو حد الشعرين زي ما بيتقال، وشغل السعف الجميل اللي احنا كنا متعودين عليه طول عمرنا يهدى، فأجواء احتفالية ما أقدرش أوصفها بأنها بس في الكنائس المصرية، لكن هي في 27 محافظة كلنا بنحتفل بهذا العيد كل سنة وكلنا طيبين. التهنئة تذهب بشكل مباشر لأهالينا المسيحيين الأرثوذكس، وتذهب بشكل عام لينا كلنا كمجتمع مصري واحد يرى أن هذه الأعياد وهذه الاحتفالات ليست مجرد احتفالات دينية لدين أو طائفة أو مذهب بس، ده احتفال بتاع المصريين كمان. معانا على التليفون الأستاذ إسحاق إبراهيم البجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي. الأول أهلا بحضرتك، وكل سنة وكلنا طيبين. يوسف كل سنة وحضرتك طيب، وكلنا كل سنة ومصر كلها طيبة. آمين. بمناسبة الأيام الكبيرة اللي احنا فيها، الصوم الكبير، وداخلين على أسبوع البصخة أو أسبوع الألام، وصوم رمضان، وداخلين على ايام اعياد. كل سنه وحضرتك طيب والمصر كلها بخير يا رب. طيبين يا رب. استاذ اسحاق، مهم عندي ان احنا نتكلم مع الناس، نشرح لهم ايه هو حد الزعف، وايه هو تاريخيا، واصوله بدات من امتى، ومن امتى بدانا ان احنا نحتفل بيه هنا في مصر. حد الزعف ده ليه اسماء كتيره، طبعا من اسماء احد الشعنين، وكلمه شعنين طبعا جايه من كلمه عبريه اسمها وشعنا، اي خلصنا، وده الهتاف اللي صرخ به الأطفال وساعة ما المسيح دخل أورشليم. ليه أسماء كتيرة، منها أحد الزيتونة عشان أغصان الزيتون، أحد القوس عشان الزعف، أحد الزعف عيد دخول المسيح إلى أورشليم. بدأ الاحتفال بأسبوع الألام أو أحد الزعف في بداية العصر المسيحي الأول لحد النهاردة، ومصر بدأت مبكرا كمان تحتفل بهذا العيد من منذ دخول مرمرقس إلى الآن. فابتدوا يحتفلوا بالاسبوع البصخه، ويبتدي اسبوع البصخه وكلمه بصخه بمعنى عبور اللي هو اسبوع الالام، بيبتدي باحد الشعنين. والجدير بالذكر ان اللي بيحدد العيد ده يكون امتى بابا الاسكندريه، لان هو اللي وضع حساب اسمه حساب الاباقطي اللي بيحدد الصوم وتاريخ العيد ويوم عيد القيامه، بالتالي يوم عيد الشعنين، وفقا لحسابات دقيقه جدا فلكيه وارسينها عن القدماء المصريين. فهو تحديد العيد نفسه وفقا لعلوم مصريه قديمه جدا 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 تعود لالاف السنين، يعني تقريبا 4232 قبل الميلاد، اللي هو او بدايه اول تقويم في العالم، هو اللي بيحسبه عن طريقه بعد كده، وعن طريق الفرق بين التقويم النجمي والتقويم القمري بيحسبوا بيه الميعاد اللي يعيدوا فيه. بالنسبه للعيد، هو زي ما قلت لحضرتك دخول المسيح الى اورشليم، والمسيح دخل اورشليم في اليوم ده مع الحملان اللي داخلة عشان تفحص في الهيكل، ثم تحفظ في الحظائر بتاعته عشان تقدم ذبائح يوم عيد الفصح. أيوه. اللي هو يوم الخميس، اللي هو يوم الخميس بعد كده، اللي هو بعد كده خميس العاد. مظاهر الاحتفال كتيرة جدا جدا، خلينا مثلا في مظاهر خاصة بالحان وطقوس الشعنين داخل الكنيسة، دورة أو لفة أو زفة الشعنين دي في أركان الكنيسة أو أركان الأديورة، ودي لها كل دير وكل كنيسة لها طابع خاص في الدورة دي. يعني مثلا في الأديورة بيلفوا على الأماكن اللي فيها عيون المياه يباركوها، والسواجي والمدافن ومش عارف البساتين والموائد بتاعة الدير وهكذا. مظاهر الاحتفال الشعبية، ودي الأكثر انتشارا كمان في مصر، الناس طول الأسبوع تقطع القلوب دي بتاعة النخل وتجهزها وأغصان الزيتون، ويبدأوا من يوم الجمعة بالليل مثلا يعدوا القلوب دي ويضفر ويجدل الخوص ويجهزوه في اشكال فنيه متعدده، ويعملوا صلبان من الزعف وجراب للقربان. بعد كده في ناس كثيره طبعا بتقوم بعمل تيجان وخواتم واثاور وغيرها من اشكال الزينه طبعا بالزعف. وبعد كده الناس تبتدي تتبادل بينها ما بين بعض الزعف واعمال الزعف. في عادات قديمه جدا جدا في البلاد المصريه، في بعض البلاد مثلا سواء في المنيا او اسيوط او الصعيد بالذات، ان يطلع موكب من منطقه نائيه بعيده يعني خالص في القريه او المدينه، والناس تتلم حوالين الموكب ويبتدوا بهتافات لحد ما يروحوا الكنيسه، يتباركوا بالميه، يباركوا الاغصان ويرجعوا. الحته الثانيه اللي هو كان كمان بيبقى بعد العيد يتلم الزعف، والناس بتعمل بيه تجدل بيه الخوص مثلا الجفف او الطاج او الى اخره من الحاجات اللي بيعملوها بعد العيد مباشرة من خلال الزعف اللي هم عيدوا بيه أو كده.
يا فندم بشكرك جدا 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 استاذ اسحاق ابراهيم الباجوشي عضو لجنه التاريخ القبطي. تعرف في السريع كده زمان واحنا في المدرسه انا طبعا في ذاكره بدات تخوني، لكن انا افتكر كويس عماد رزق وشادي والتوأم شادي وباسم، هم لو سامعيني دلوقتي لما كانوش في المهجر هيبقوا سامعيني طبعا، كنت هم طيبين، بس انا فاكر انه كانوا يروحوا يوم الحد الكنيسه الصبح ويعملوا الزعف، ويوم الاثنين لما يجوا كل العيال صحابنا المسيحيين في الدفعه يكونوا جايبين لنا بقى ايه مشغولات زعف قد كده مش هزار، تملى الترابيزه دي لحد الارتفاع ده، ويقعدوا يوزعوها علينا دون النظر هو فين مسيحي فين مسلم، لا في حد ليه دعوه، احنا بنحتفل سوا. ليه؟ لأنه دي مصر، ودي مصر في قلبها وفي ذاتها وفي ضميرها وفي وجدانها الطويل اللي عمره آلاف السنين، مش حالة لحظية، مش عيد جديد، مش تركيبة، مش موضة، دي مصر يا جدعان، حاجة تانية يعني. مش حتى كان حسين الجسمي يقول لك رمضان في مصر حاجة تانية، هو كل حاجة في مصر حاجة تانية. خلصت الحلقة لحد كده، للأسف الكلام خلص النهاردة، لكن هنستأنفه بكرة بطبيعة الحال إن شاء الله لو كلنا العمر وفي نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.